السلام. الكرة العرضية الخطيرة، جول جول. وودز الأمريكي محترف العقبة في اللحظة الصعبة، في اللحظة التي تأزمت فيها المباراة، وودز يأتي بالحل. المحترف الأمريكي وودز يعدل النتيجة ويفتح باب التسجيل لمصلحة العقبة في الدقيقة 75. شوف العرضية، هي السر بالعرضية، السر بالعرضية بخطورتها وبخبثها الكروي، وكيف غلطت الحارس أبو نبهان. أعتقد أبو نبهان يتحمل جزء كبير من هذا الهدف، ولكن هذه كرة القدم، هذه هي الزيادة العددية. شوف، كان في لاعبين على خط المرمى،